التشكيله ديال هذا البال واحد الجديد جا غنبدا لكم بهذه. جبت المقص باش نقطعو هذه باش نوري لكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد, فيديو اللي وعدتكم ديال المشتريات من تركيا ولا شنو جبت من تركيا. فغنوريكم بزاف الحوايج اللي جبتها من تركيا اللي كتميز بها ديك البلاد. مهم اي بلاد مشيتي له ضروري تجيبوا منه داك الحوايج اللي تتميز بها. فانا غنوريكم شنو تتميز تركيا وشنو جبت منه. صراحه حمقون هذه الكيسان ديال تركيا جبتهم من تركيا صراحه واري احسن حاجه درتها, حيت في الاول راه ما كنتش بغيت نجيبهم حيت عندي الباجاج مع من المغرب لتركيا وهزت الباجاج معايا. بغيت نجي لكندا كان عندي الباجاج بزاف وخايفه يتهرسوا ليا, ولكن في الاخر قلت والو خصني نديهم ضروري, ما يمكنش تجي هنا تركيا ما تاخذش معاك كيسان. عندهم معاهم هذا بيسلان ديالهم هما هذا الشاي التركي توت الاسود, وهذا ديال الرمان مانجو وفيه ديال التفاح فواكه خلطه, فيه البنان كله المهم فواكه كلها, وهنا فيه البرتقال. هذه صراحه زوينه تتشروها هكا مجموعه باك بثمن واحد. نشوف واش فيه الثمن, ما عرفتش واش الثمن هذا ولا ماشي الثمن. هذا قهوه تركيه زوينه صراحه, قهوة تركية عادية. جبت معها هذيك اللي تنطيبو فيها القهوة, تيطيبو فيها هما القهوة ما حنا ما تنطيبوش فيها. هذه صراحة واعرة, هذه ديال هاد القهوة. راه كاينين هنايا في كندا, ولكن المشكلة ماشي بهاد الديكو بهاد الديزاين, لا هما بحال هاد الشكل غير النحاس هاد الشكل ومدورين يعني عادي جدا. وما ننسوش على الفستق, بلاد الفستق باقي خضر, شرينا باقي هاد الغلاف ديالو خضر, ولكن ملي صراحه وصلنا ما عجبنيش حيت ما تيبغيش يتحل, صعيب يتحل. عرفتي دوك الكيسان اللي وريتكم البنات ديال تركيا, هادو المعارك ديالهم كيجيو معاهم فيه الالوان, فيه الحمر والخضر, وانا شريت هادو ديال الكحل اليوم مع كل حتى الحمر صراحه زوين, ولكن انا خليت الكحل. هادي تحفه اسطنبول, واكيد ما ننساوش الحلوه التركيه. شوفوا راه باقي الطبع ديالها كما شرينا. هي عباية تركية, ميمكنش تمشي لتركيا ما تشريش عباية, راه ما يمكنش. شوفوا كيف زوينة صراحة كتحمق, شوفوا جديدتها واو. نوريها لكم من بعيد باش تبان لكم مزيان. هنايا هاد الصاك نوريكم اشنو فيه, فوطة كبيرة احنا ما بغيتش نحلها صراحة, ما فيش لا هادو مشهورين عندهم بزاف فيهم, عندهم بزاف. هادي فوطة كبيرة, هذا بينوار اللي عجبني فيه خفيف زوين, اللي لا بغيتي تسافري ولا شي حاجة تديري في الباليزة ديالي في بزاف. شوفوا انا نوري لكم حلو لكم باش تشوفوا. يالله هادي عرفتوها البنات, شعر ديال البنات. حنا تنقولوا لي في المغرب غازل البنات, راه تيكون معبش هاكا ومو على شكل مربعات مخليه هنايا, ما عرفتش غير شفتها وعجبتني وخديتها مره. ماشي شي حاجه زعما كتميز بها تركيا, حتى حنا عندنا في المغرب هذا. هذا حتى من بعد نقول لكم قصته هذا وتقولي لي ايش نقول اشنو ندير به. من بعد نوري لكم بعدا هادو ديال تركيا اللي معروفين.
شوفوا انا الحاجه اللي عجبتني وشريتها بزاف وما ندمت عليها اللي هي الحجابات. شريت فيهم بزاف، شريت فيهم ديال المناسبات، ديال البرد، ديال الصيف، ديال كل شيء. لحقاش عارفه هنايا في كندا ما كاينيش، ما متوفرينش بزاف، حتى ولو متوفرين ولكن بواحد تمين خياليه. فقلت علاش ما نشريهم هنايا، اصلا ديجا شريتهم في المغرب، ولكن عاد شفتهم في تركيا زوينين، كاليتي زوينه والله الا ما نعاودش لكم، كاليتي زوينه. وخديتهم ديال المناسبات، الالوان وداك الشيء كامل باش نتهنى من الحجابات، باش ما نبقى نجي حتى لهنا ونلقاهم اثمنه خياليه. شوفوا دابا انا مركزه صراحه في هاد المشتريات ديالي ديال تركيا بزاف على داكشي ديال المحجبات، الشالات، العبايات، داكشي كامل ديال المحجبات. لحقاش انا عارفه هنايا في كندا متوفر ولكن بكميه قليله، وإلا كاع متوفر تيكون بأثمنة خيالية. فقلت علاش ما نشري داكشي كل اللي غادي نحتاجه فهنايا حسن تركيا في داكشي ديال المحجبات. ما نقول لكم صراحه وكاليتي واعره بحال هادو، راه هاد صراحه متوفرين حتى عندنا غير شفتها صراحه، حتى شفتها في تركيا هكا متوفرين هاد بزاف في تركيا وشريتها. ولكن انا ما شريتهاش على حساب هاد الشيء، هاد الديكور اللي تيكون مولا هذاك الهيكل ولا الشكل اللي تيكون مورا الراس، لا انا ما تيعجبني اصلا داك الشكل، غير هو شريته على حساب الزيف الا ولا الشال فاش تيكون تيتزلق تكون هاد البنيه زوينه باش تلبسيها في التحت. والشالات ديال البرد، شريت الشالات ديال المناسبات، عندهم واحد الكريب بحال هذا، كريب زوين. عرفتي الاثمنه كيف ما تنعرفوا تركيا ما بقاتش بحال داك الاثمنه اللي كنعرف من زمان رخيصه، وهذه الاثمنه ولات حتى هي طالعه في الاثمنه وكل شيء طالع، هذا الشيء اللي كاين. المهم قلت لكم الشالات ما نسيتش حتى ديال البرد، ديال المناسبات، هادو ديال المناسبات شريت فيها هاد النوع، شريت فيهم بجوج ولكن بديزاين مختلف. هاد السقلي ولا هاد الديزاين اللي في التحت مختلف شويه وفي اللون، ولكن جاو واعرين صراحه. كاين اللي تيبيعوا بالجمله، كتدخلوا عندهم تيبيعوا بالجمله، كتشريو بزاف وطيبيع لكم بالجمله كميه قليله. بحال انا هادو دابا شريتهم بجوج باش زعما ينقص ليا. وكاين اللي شريت عاوتاني، ولكن هادوك صراحه كانت شريتهم واحد واحد، كل ما شفت شي واحد عجبني تنشريهم. اما احسن حاجه هو الواحد يدخل يشري داكشي الجمله تنقصوا ليه الثمن زوين. بغيت نوري لكم هادو ولكن ما تدوش عليهم، راه مسخين، شربنا فيهم القهوه. المهم هادو فيه مكتوبه فيه اسطنبول، وحتى اسطنبول خصو يتغسلو. عاد شربنا فيهم داكشي علاش باقي مسخين صراحه، وقلت والو خصني نصورو لكم. زوينين عجبوني بزاف، صغار ديال القهوه مناسبين هادو صراحه واعري معاهم. هادا اصلا علاش جايبه هادي على حسابهم باش على هذا الشكل. ما وريتش لكم صراحه في هذا الفيديو ديك التخليطه ولا العطريه ديالهم، البهارات ديال تركيا، هذاك الشيء ديال عرفتوا داك الكباب العطريه ديالو وداك السمك وداك الشيء كامل ديالو، حيت كان مهم تشتت ليا كله ما فيه ما يتصور صراحه، وما وريتوش لكم. فهنايا هذا الشيء كامل صورت لكم، باقي داك الشيء كامل ديال المغرب هنايا. شوفوا باقي ديك الروينه خصني نوض نجمعها. فنتمنى نكون وريت لكم كل شيء ويعجبكم الفيديو. يلا ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش تعليق ديالكم. يلا باي باي.